إذن متتبعي متتبعات قناة شوف تي في، تحية للجميع مشاهدينا مباشرة من ضواحي قلعة سراغنا وبالضبط من جماعة العراشة. مشاهدينا معنا واحد الحالة إنسانية ديال واحد الأسرة، يعني اللي كتكون من 9 ديال الأفراد. مشاهدينا هذه الأسرة كتقول أنهم من بعد ما واحد المعاناة كبيرة مع الفقر ومع المرض رب الأسرة، الآن في واحد الحالة يورث لها. غادي نشوفه مع الأم ديالو اللي غتعطينا تصريح، يعني اللي اليوم ساكنين في واحد الدار ديال واحد السيد، وتتقول انه بغى دارو وغادي يخرجوا للزنقه. هي غتحكي لنا كيفاش هاد الاسره اللي ربما تيقولوا عندهم واحد البقعه ارضيه، ياك الحاجه واحد البقعه ارضيه وما لقاوش باش يوصلوها. اذا مشاهدينا غنخليكم مع هاد الام اللي غتحكي لنا المعاناه ديال هاد الاسره مع الفقر، ومن هنا عبر قناه شوف تي في غتوجه واحد الرساله للمغاربه والمشاهدي قناه شوف تي في والمحسنين والمحسنات باش يساعدوهم ربما على اداء واجب الكراء او بناء هاد البقعه. تفضلي يا ميمتي، عاودي لينا انتم 9 الله الناس. يرحم الوالدين اوليدي، احكي لينا. الله يرحم الوالدين، بغيتكم اوليدي تعاونوني على هذيك البقيعه، راني ما عندي لا فوق الارض الى تحتها، الى خطا المسلمات والمسلمين بحالي الله يعطفهم عليا، وليداتي كاينين وما عندهمش فاش يخدموا، والبو ديالهم قليل الصحه 3 سنين هذه باش قليل الصحه، مسكين ما تلا يخدم ما تلا يردم. الله يرحم الوالدين الى ما عينونا، الله يرحم الوالدين وموت الدار باغي دارو، وعديش كيفاش نتلفت، ما عديش كيفاش ندير، ما عديش فين نمشي، راني طلبتكم الى ما ديروا بحسابي وديروا بحساب الحق سبحانه اللي كيخلق الدين واليقين، ديروا بحسابي اللي كيطلع الشمس ويروحها، ديروا بحسابي الله يدير بحسابكم اوليدي، ديروا بحسابي الله يحفظكم ويحفظ ما باغين في خواطركم اوليدي، والله يستر عليكم اوليدي، راني ما عديش الى خطا الله وقال لي عدي، والله واحد اللي عندي وعدكم الى ما حنوا فيا شويه وليدي، والوليدات راكم عارفين وراهم قليل صحابهم ما عدوا باش يخدموا وما صايمين فين يتلفتوا، يخرجوا يدوروا تيعياو ويجيو، يخرجوا يدوروا تيعياو ويجيو، والله يرحم الوالدين الى ما ديروا حسابي يا وليدي. قلتي لي امي انت ان مول الدار غيبغي دارو. باغي دارو، قال لي عيري فوت العيد وخرجي لي من الدار، عيري فوت العيد وخرجي لي من داري، راني باغيها، باغي نصلحها، باغي نبيعها، وما عديش فين تلفت يا وليدي، لا ما عينوني، الله يرحم الوالدين وليدي لا ما عينوني، كون سايبين هاد الوليدات فين يخدموا، كون راهم خدموا تا هما وبناو هذيك البقايعه اللي معطيه انا، عطاو علينا عين الجواد، قال لك فين تسكنوا، وحنا ما صرنا ليها جهد، ما صرناش ليها يعني حتى البقايع عطاو لكم المحسنين؟ اييه، عطاو علينا، بس انا واحد المره من القنيطة جات وعبرت علينا وخلات، قالت كانتم بنيوها، فين تسكنوا؟ ايوا نتمنى ان شاء الله كما جاب لكم الله ديك المراه اللي ساعدتكم في بقيعه أيه. يجيب لكم الله ان شاء الله أيه. اللي يساعدكم. المهمه انت قلتي لي عندكم 9 ديال النفوس. 9 نفوس في الدار. الله يحفظك اوليدي انت، الله يرضي عليك، الله يكون منك، الله يرزقك الدرجه اللي بغيتي، الله يرزقك الدرجه ان شاء الله اللي بغيتي يا وليدي، الله يرزقك الدرجه اللي بغيتي في خاطرك. اللهم امين، والدعاء مع الناس اللي غيساعدوك والناس اللي غادي يساعدوك. الله يساعدوا معايا. نعم الله يحفظهم والله يضمنهم والله يلحقهم الدرجه اللي ناويين، الله يدخلهم للجنه، اللي باغيين يتساعدوا معايا الله يدخلهم للجنه، الله ان شاء الله بيوتهم في الجنه ومحالاتهم في الجنه، اللي ساعدوني وبغات انا يسكنوا لي وليداتي ونفرح انا وليداتي في داري ونقعد في داري انا ونفرح ونقول هذه هي الدنيا اللي بغيت، وما سكن الدنيا راه باقي فيها. الله يحفظكم، الله يحفظكم الجميع، والله يرزق عليكم الجميع، والله يكون منكم الجميع. إذا مشاهدي قناة شوف تي في كما تابعتوا معنا في التصريحة ديال هاد الأم اللي كتقول أن 9 ديال الأفراد اللي تيعيشوا في واحد المنزل ديال واحد المحسن جزاه الله خير، تقول أنه أعطاهم الواحد 4 ديال السنين. 4 سنين هذه اللي عاطيني ساكنه، ما عمرو شد من عندي 4 دريال، ما عمرو شد من عندي، كيقول لي عي سكني تا النهار اللي بغيت الدار وانا نجي عندك، ودوك انا من اللي جا عندي قال لي الوالده انا بغيت الدار ما تليش باش نواجهو، يا وليدي فوت العيد وانا نعطيك دارك، الله يرحم والدي تا هو، الله يخلف عليه، الله يكون منه، الله يكون منكم الجميع، والله يحفظكم الجميع، والله يكون ربي يدير بحسابكم الجميع وليدي. ربي انتم حسيتوا بيا وعرفتوا ظروفي، ربي يدير بحسابكم، ربي يدير بحسابكم اوليدي، يحفظكم
كاع من اللي خايفين منها الله يحفظكم منا، الله يحفظكم اوليدي والله يرجع ليكم ان شاء الله. المهمه وكما يعني كما قلتي هذا السيد اللي جزاه الله خير عطاك سكنينتي والوليدات ديالك والاسره ديالك اللي كتكون كما قلت من 9 ديال الافراد، وكذلك المحسنه اللي عطاتكم هذه البقعه الارضيه هنا بجمعات العرارشة، بجماعه جمعه العرارشة نتمنى ما حداهاش الماء وما حداهاش الضوء وما حداهاش، فرحانين بها وانا نسكنوا فيها ويخلص الله خلص الله وما قريبش ليها الماء وما قريبش ليها الضوء يخلصها الله. وخديو عينك بيديو يتوع الماء حتى النهار يفرج علينا الله، ديو بيديو يتوع الماء حتى النهار يفرج علينا الله ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله هذا النداء ديالك يوصل للمحسنين وذوي القلوب الرحيمه يساعدوكم ان شاء الله انت وهذه الاسره. اللهم امين. الى هنا مشاهدي قناه ان شاء الله بالسلامه والرحمه. الله يحفظك ما تحفظ النساء بانسان، الله يحفظ اللي باغي يعاونني بين نسال وحسان، الله يحفظه كاع اللي باغي يعاونني الله يحفظه، واللي باغي يكون معايا الله يحفظه، واللي باغي يمطعت في قلبه الله يحفظه، الله يخلي ليه من مني في خاطره، الله يخلي ليه داك الشيء باش معمر خاطره، الله يحفظه الله يحفظه الله يحفظه، الله يرضي عليه. ان شاء الله الدعوات ديالك يوصلوا للجميع للمحسنين والمحسنات اللي في قلوبهم الرحمه واللي غيساعدوكم ان شاء الله. مشاهدي قناه شوف تي في كما تابعتوا معنا وكما قلت فهاد الاسره اللي كتكون من 9 ديال الافراد واللي كيعانيوا من الفقر، وكتقول لهاد الام هذه ان حتى لرب الاسره اللي مريض المده ديال 3 سنين هذه كيماش اليوم كما تلقيتو قال لي انه ما لقاش حتى باش يشري الدواء، فنتمنى وليه هو الشفاء العاجل، ونتمناو دوك الوليدات ان شاء الله مستقبل زاهر، ونتمناو كذلك هذا النداء ديالك المهمه يوصل للمحسن ولا محسنه وذوي القلوب الرحيمه ان شاء الله غادي يوصل بمساعده ديال المغاربه اللي غادي يساعدوك ولو بالبارطاج حتى يصل النداء ديالك ان شاء الله للمحسنين. عندنا ما سمعتش فين يخدموا، حتى هما راه مقاتلوا معير، راه كل شيء عالمين عليه، راه قاتلوا معير ضاعت حتى الماكله، ويقول لك امي احنا كاع ما عندنا الدار، امي احنا كاع ما عندناش، احنا كي الناس ولد كيدوب ليا قلبي كيطيح ليا النص، واخا نكون باغا ناكل هذاك الشيء كله ما تليتش ناول، واخا نكون باغا ما حتىش ناكل، هما اللي يقولوهم هكاك كيدوب ليا القلب ديالي كيدوب، ولكم ما صرنا فين نخدمو، ما صرنا فين نمشيو، ما صرنا فين نجيو، كاين اللي بغي يركب يمشي يبعد يخدم وما يسيبش باش يركب، يسدو الولاد من حداه وما يسيبش باش يركب هو. إوا نطلبوا الله، الله معكم، الله معكم إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى الانسان خلقه الا وكيخلق ليه رزقه معاه، فنتمنوا الله سبحانه وتعالى ييسر شي محسن ولا محسنه اللي يعاونكم فباش ان شاء الله كما قلتي باش تخرجوا من هذا المنزل ديال مولاه وتمشيوا لديك البقيعه اللي عطاتها لكم ديك المحسنه. فنتمنوا ان شاء الله، كنتمنوا جميع مشاهدي قناه شوف تي في نتمنوا تعاونوا مع هاد الناس ولو بالبارطاج حتى يصل هذا النداء ديالهم لذوي القلوب الرحيمه كما شفتوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في من ضواحي قلعه السراغنه وبالضبط من جمعه العرارشه. هذه الاسره كما قلت لك كتكون من 9 ديال الافراد، اليوم يعني مول الدار بغى الدار ديالو وغادي يخرجوا للزنقه، فنتمناو تساعدهم ان شاء الله. الى هنا نصل الى نهايه هذا البث مشاهدينا، نلتقي في موضوع اخر في مباشر اخر، الى اللقاء.